أهلا من جديد مشاهدينا الكرام. من جمال الطنبور وجمال إنسان دار حمد أنتقل إلى جمال آخر، وهو جمال سأفتقد فيه زميلتي اليوم منى لها التحايا عبر صباح الشروق، جمال البشرة. أنا كنت داير أبخر كده عشان أقدر في مصطلحات أقول الطريقة الصح، لكن هقول لماي شكيت محرك يعني. شكرا جميلا. سعيدين جدا أنه تنضم إلي عبر هذه الفقرة الدكتورة رؤى أحمد للحديث عن العناية بالبشرة وبعض المصطلحات، نحاول نقربها لأذهان المشاهدات والمشاهدين. أهلا بك وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. أهلين يا مرحب بكم، وأنا أسعد كمان يا مرحب بكم. طيب لما نقول ديرمارول أنا قلت صح كده؟ أيوه ديرمارول. أيوه وديرمابين. أيوه طيب احنا ما شاطر الناس بيقولوا عنه ممتاز. شنو يعني بتكلم لما بقول المصطلحين تحديدا انا بعني شنو؟ عموما لما نجي نحكي عن الديرما رولر او الديرما بين، انا بتكلم عن حاجه رئيسيه اسمها المايكرو نيدلينج. تحتها بتدرج لي عده عناصر، الديرما رولر والديرما بين والميزو سيرابي والمايكرو بليدنج. فلما اجي اتكلم عن الديرما رولر والديرما بين، هم من التقنيات الحديثه اللي بقت في مجال التجميل العلاجي، مجال التجميل العلاجي. ايوه فبيجوا بيستخدموها كتير، وهي زي ما قلت لك من التقنيات الحديثه اللي وصلت حاليا، بتعالج لنا مشاكل كثيره من البشره، وهم نوعين مختلفات سواء كان الديرما رولر او الديرما بين. بنستخدم فيهم نيدلينج او ابر بنمررها على البشره حقتنا عشان تقوم تحفز لنا حاجه اسمها الكولاجين والالاستين، وديل بيساعدوا لي البشره، بديها نضاره ورونق، وكمان بتعالج لنا المشاكل حقت الندوب والتصبغات والمسامات، وكمان بتشتغل لنا على جزء حق الشعر سواء كان حتى الصلع الوراثي ممكن تشتغل لنا عليه، وكمان بتشتغل لنا على المشاكل نحن بنسميها الاستريتش مارك او الشقريب. فهم يعني لهم استخدامات عديده وفوائد اكثر، والنتائج حقتهم اسرع واجمل. طيب خلينا نشوف الاستخدامات، نحاول نبسطها اكثر للمشاهدات. خلينا انا الليله اركز يا موضوع المشاهدات ابسط اكثر واشوف الفوائد اللي تكلمتي عنها. ايوه ممكن ناخذ نقطه نقطه ونتكلم عنها. مثلا عندنا الديرما رولر او الديرما بين، كنقطة أساسية كاستخدام أول أنا بستخدمها قلنا في المسامات الواسعة وعلاج الندوب للبشرة. فالمشاكل أصلاً الندوب بتجيني والمسامات بأنه الجسم بيكون فقد كولاجين وإلاستين. فأنا لما أجي أمرر الديرمارول أو الإبر دي على البشرة حقتنا، بقوم بعمل جروح صغيرة أو ما نسميها بالمايكرو إنجري، بتقوم تجي العملية حقت الهيلينج بروسيس بالمجرى حقها الطبيعي، وبتقوم بتحفز لنا من إنتاج الكولاجين والإلاستين، فبتقوم بتبني لنا في الندوب، بتقفل لنا لحد ما نحصل مرحلة إنه نعالجها. فبالجلسات هي بتكون في شكل جلسات، ما بتكون طبعا من جلسة واحدة، فللشعر غالبا ما بنحتاج من 4 إلى 8 جلسات، وكمان في البشرة بنحتاج من 3 إلى 6 جلسات. فبتكون هي عبارة عن سيشن محددة. الجلسات كيف في دعم الكيف؟ الجلسات هي بروسيس كامل، فبتبدأ بأنها لازم الجلسة تكون استرايل تكنيك، أهم حاجة أنه تكون الحتة معقمة والجو معقم والأدوات حقتك كلها معقمة، لأنه في النهاية زي ما قلت لك نحن بنعمل إنجري في البشرة حقتنا، بنعمل جروح، فلازم أي حاجة تكون معقمة والتكنيك كامل يكون معقم عشان يدينا نتيجة أفضل. فبعقم الحاجة اوكي هسه حاليا نحن عندنا هنا دي الاشكال حقت الديرما رولر والديرما بين. طيب هم مختلفين عن بعض، بس في النهايه هم بيخدموا قرض محدد، ان هم يعالجوا لي او نستخدمه في المجال التجميل العلاجي. ده شكل بالنسبه للديرما رول، هو عباره عن ديفايس بس جهاز فيه بكره، البكره دي فيها عده ابر، الابر دي هي انا بجي بمررها على البشره حقتي عشان تقوم تعمل لي الجروح البسيطة دي، وتقوم تحفز لنا الكولاجين والإلاستين، أو تقوم تنظم لنا الإفراز حق الخلايا حقة الميلانوسايت، هي دي الخلايا المفروض يعني اللي بتديني اللون يعني اللي بتعالج لنا مشاكل حقة اللون. فدي دي هي الشكل حق الديرما رولر، وده الشكل الثاني عندنا اللي هو الديرما بين، من الاسم حقه هو بين، يعني حتى الاستخدام حقه بسيط جدا.
وبتشغل اوتوماتيكلي عكس الدرمارور هي مانيوال. فبعدين ذاته حسب الضغط حقتنا، فالاثار الجانبيه دائما للدرمارور بتكون اقوى من الدرمابين. فالدرمابين هو من يعني من الحاجات الحلوه شديد. متى انت كطبيبه بتقرري انه تستخدمي الدرمابين او الدرمارور؟ يعني انا الاثنين ممكن استخدمهم في كل النقاط الست اللي احنا تكلمنا عنهم. طيب. او هم بيقوموا بيعالجوها لنا، بس اذا بتر ان انا اشتغل دائما بالدرمابين لانه السايد افكت او الاثار الجانبيه حقته بسيطه شديد. هو ده كان سؤالي الجايه طبعا الصالح. ايوه السايد افكت حقته قليله شديد من الدرمارور. فالدرمارور هي بس المشكله حقتها الوحيده في الضغط حقتها، ونوعا ما مؤلمه شويه في الشغل حقها. في كل الاحوال ان احنا سواء كان اشتغلنا بالدرمارور او اشتغلنا بالدرمابين فبنستخدم البنج الموضعي قبل الجلسات، بنخده لمده محدده على حسب التركيز حق البنج الموضعي حقي، واللي هو ماكسيمم من 30 دقيقه ل 45 دقيقه. بعدها بنظف البشره حقتي وبجي بشتغل الجلسه حقتي للبيشن حقي اللي بيكون موجود. هل في خطوره؟ تكلمت هسه انه في اثار جانبيه متفاوته بين الاثنين. الاثار الجانبيه هو بس بيحصل ريدنس او احمرار بعد الجلسه، وميبي انها تكون شويه مؤلمه في اثناء الجلسه وانا شغاله، لكن بس الحاجه دي بنتقاطع عنها بعد البنج. مرات لما نكون دار اشتغل بسايز كبير ودار ادخل بعمق جوا كبير، فانا في الحاله دي بقوم بحتاج بيكون في شويه حقه الم، اذروايز فبتكون عادي يعني هي محتمله. جميل. طيب نحن هسه زي شفنا انه طريقه العمل، نجي نتكلم برضه عن البلازما، برضه هي من الطرق الحديثه. البلازما هي من الطرق المستحدثه والجميله جدا في علاج البشره، وما علاج البشره بس، كمان بقينا نستخدمها في المجال العلاجي عموما، سواء كان في المجال حق الاورثوبيديك العظام، دكاتره العظام والجراحين حق العظام بيستخدموها، او ناس الاسنان بيستخدموها، وكمان الناس الجروح حقت السكري بنستخدمها لهم. فهي حاجة يعني من الحاجات الجميلة جدا، لأنها حاجة ما عندها أثر جانبي، لأنها حاجة on your blood يعني حاجة حقتك أنت، بنسحب منك الدم بيوصلوه بالجهاز حق السنترفيوج بتطلع البلازما. فهي دي من الحاجات الحلوة إنه الزول ما بيحصل له تحسس منها. ممكن في أثناء الجلسات أنا مثلا أشتغل بسيرامات ممكن الزول يحصل له تحسس، لكن البلازما لا، لان دي حاجه حقتك وانا بشتغل لك ده، فما بيكون فيها اثار جانبيه، والنتائج حقتها اجمل بكثير من السيرامات. اذا جينا نفرق بيناتهم، احنا الان عندنا ثلاث تقنيات موجوده قدام. ايوه. اذا عاوزين نفرق بيناتهم، وهل انت قبل ذكرتي يعني مثلا سته استخدامات؟ أيوة. سته استخدامات. نفس البلازما برضه ولا لا بتفرق؟ والله نفس الاستخدامات دي بستخدمها في البلازما بصورة عامة. أيوة. فالبلازما ممكن أستخدمها برضو للمسامات الواسعة، وممكن أستخدمها كمان في علاج الندوب، وممكن أستخدمها في علاج الشقريب، وكمان بجي بستخدمها في علاج الاسترش مارك، وأحلى حاجة فيها بستخدمها في المجال حق الشعر. يعني أنا ممكن أشتغل جلسة حقت ديرما بين للبشرة أو ديرما رول وأستخدم فيها البلازما، فدي بتديني افكت جميل جدا جدا جدا. طيب ان انا اشتغلهم كومباينيشن مع بعض. الجلسات دي غاليه صح؟ ايوه والله العظيم. الجلسات هي قاليه لانه الاجهزه بقت قاليه. فبرضه بتعتمد على شنو؟ على الكواليتي حقتك، حقت المنتجات اللي انت بتستخدمها. فالسيرامات اللي انا بستخدمها للجلسات لازم تكون هاي كواليتي والتركيز حقها ممتاز، او تبع لنوع البشره او تبع لنوع المشكله اللي انا عايزه اعالجها. فده السبب اللي خلى انه الجلسات دي نوعا ما تكون انها هي قاليه. البشره انواع يعني حسب المتعارف عليه. ايوه كل انواع البشره ممكن انه انا استخدم فيها كل التقنيات دي اذا كان الديرمارول او الديرمابين او البلازما. ايوه بيشتغل عليهم كلها، بس بتبقى الاختلاف في شنو. البشرة الحساسة أنا بقدر أشتغل على درمارو ودرمابين، بس بشتغل على بعمق بسيط، ما بدخل بعمق جوا البشرة شديد عشان ما يقوم يعني يحصل هيموليسيس أو يحصل لنا يعني بيكون الريدنس والإحمرار كبير شديد. البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة العادية، فكلهم انا ممكن استخدم عليهم الثلاث تقنيات حقتنا دي سواء كان درمارو او درمابين او بلازما. لكن بتختلف درجات الاستعمال ودرجات العمق. ايوه درجات العمق اللي انا بدخل بها في البشره حقتي. ايوه يعني ممكن اقول انه في بشره التاثير الجانبي اكبر خطوره، دي
والله هي بتبقى بس في البرودكت اللي انت بتخده، ده هو اللي ممكن يشكل لنا المشكلة الأكبر. فلكن كاستخدام حق ديرما رو وديرما بين هم يعني استخدام بقى هو بس ما حصريا على النساء، بس كمان حتى الرجال، لأنه بقى ستايل اوف لايف يعني. فأغلبية الناس بيستخدموا الديرما رو والديرما بين استخدام براهم بيرسونال يوز، لكن كمان ده إلا يكون بأعماق بسيطة جدا، أخصاها عمق بنقول له 0.5، ده أقصى حاجة أنت ممكن تشتغل به وبراك لنفسك. غير كده مفروض لازم يكون زول مدرب تماما وزول في الميديكال يعني، عشان طيب. هو ممكن يدخل لك بعمق. ودي حتة مهمة جدا بالمناسبة طبعا. طيب. فدي من الحياة المهمة شديد يعني، أنا ما ممكن أقول لك مثلا ليلى يا حسام دارين نعمل مشكلة البشرة وخدك الدرمابين ده عمق 1.5 امشي استخدمه، ما حتقدر. أو ممكن أنت تدخل ديب، ممكن بدل أنك تحفز كولاجين تقوم تكسره وبتقوم تدخل في مشكلة تانية. عشان كده مفروض الحاجات دي إلا زول متخصص تماما فيها، يعني ما في واحدة أو واحد يفكر أنه يقتني واحد من الملايات دي ويشتغل براه؟ لا، لأنه الموضوع ده إلا زول في الميديكال، في الميديكال، وزول بعد ده براكتسينج أكتر. آه. يعني انت زول تكون متمرن على الحاجه دي تشتغل فيها اكثر. عشان كده هو اسي بقت يعني ان احنا في المجال حقنا بندرب الصيادله والاطباء حقين الجلديه والنواب حقين الاخصائيين، انه انا لما اجي اشتغل بشتغل كيف، والطريقه حقت الشغل كيف، وياهو الاختلاف زي ما قلت لك بين زول وزول، سواء زي ما قلت قبل في البشره حقته، بشرته حساسه، بشرته دهنيه. في ناس انا بقدر بشتغل ليهم الدرمرار والدرمابين، وفي ناس انا اصلا ممنوعين من اني استخدم لهم الدرمرار والدرمابين نهائيا. طيب في قبل ما نذكر يعني النقطه دي، في ان احنا عندنا 6 منتجات رئيسيه انا ممكن استخدمها في خلال جلساتي. طيب. للدور مرار والدرمابين، واحده منها قلنا البلازما. طيب. وقلنا هي النتائج حقتها ممتازه شديد في الشغل، سواء كان في الرول او البين او حقنت البلازما براها. الحاجه الثانيه ممكن استخدم الكولاجين، والكولاجين ده بيجيني في شكل سيرامات، اي دي كمواد محفزه في الجلسات انا بقوم بستخدمها. وثاني عندي سيرم فيتامين سي، وعندي سيرم الهايلورونيك اسيد، وعندنا حاجه من الحاجات برضو المستحدثه اكثر، حاجه اسمها الميزوسيرابي. طيب. فدي برودكت بيجي جاهز، بس انا بحقنه على البشره او بخده كمسح موضعي وبجي بمرر الجهاز حقي عليهم. دي المواد انا يعني بستخدمها عشان احفز بها الشغل حقي وتديني نتائج اجمل. جميل. طيب انه الممنوعين انه انا ايوه أشتغل الممنوعين الممنوعين اشتغل عليهم يعني في الديرمرا والديرمابين. اول حاجه عندنا البريجننسي وومن، المراه الحامل، انا ما بشتغل لها. السبب في ان انا ما اشتغل لها ما عشان هي مثلا حامل، لانه بس ما في تاثير جانبي لها هي او للبيبي، لكن بس عشان ما اشغل الخلايا المناعيه حقت الجسم. هي مركزه في فتره الحمل على البيبي لحد يعني مراحل النمو حقته كامله. فانا عشان قبل قلت انه انا عايز اعمل بروسيس حق هيلينج انجري بصوره منتظمه، فانا بس عشان ما اشغل الخلايا بانها تجي تعالج لي الجرح اللي انا عملته ده تنشغل لنا من البيبي، فبقوم بقول لها ان شاء الله لحد ما تتحل بالسلامه انا ممكن نجي نعمل لك الجلسات، لكن بس في الفتره دي الزول ممكن يواصل عادي مرطبات واقي شمس. حامل ما معنا كلام واضح. اي حامل دي ما تعمل. طيب. دي الاولى. الثانيه الناس اللي عندهم مشاكل في الدم بالذات لما نجي اخذ بلازما. اصلا انت عندك مشكله في الدم، فانا لما اجي اشيل منك الدم حقك واجي اعمل لك بلازما، معناها البلازما حقتك دي ما حتكون غنيه بالصفائح الدمويه او ما فيها جروس فاكتور عوامل نمو اكتر، ففي الحاله دي ما حتديني نتيجه. فالناس اللي عندهم مشاكل في الدم عموما ما بقدر بعمل لهم ال البلازما. في فحوصات كثيره بتتعمل اساسا قبل ما انا ايوه، ما انا اول حاجه اللي انت جيت عشان انت تاخذ انك انت تعمل جلسات، فلازم اهم شيء يعني انا دائما بوصيه للناس اللي بيقروا معانا او البيشن لما تجيك، لازم تاخذ الفيل هيستوري، يعني تاخذ منها التاريخ حقها كامل. ايوه. إذا هي بتستخدم شنو، ما بتستخدم شنو، بتعمل شنو، ما بتعمل الحاجات دي كلها لازم اخذها. ايوه. فلازم لازم لازم اخذها عشان بناء على اقدر اقرر هل انا حقدر اعمل الجلسه دي ولا ما حقدر اعملها. جميل. طيب الحاجه الثالثه عندنا الناس اللي عندهم انفكشن ديزيز او الالتهابات او الناس اللي بياخذوا مضادات حيويه، فدي بتوقف لي من البروسيسز حقت الهيلينج انجري. عشان كده التاريخ العلاجي مهم دي. فعشان كده اهم حاجه ان ناخذ التاريخ العلاجي من الزول. انا داير امشي لجانب ثاني تكلمتي عنه،
او اشرطه واشارات، دايرين نتكلم عنه برضه. وانت ذكرتي انه الرجال والنساء معا يعني. ايوه طالما جاء على ذكر الرجال انا بسلم على كل زملائنا في الكنترول الان، لانه في كثير من الشيف وفي كثير من الصلع جوا الشباب اللي قاعدين هنا. في واحد عنده شيف كثير ممكن نقول اسمه الان يعني، هم بيتكلموا حيكتبوا اسمه تحتهم، حيكتبوا اسمه. طيب وهم شكلهم بيفكروا الان متابعيننا متابعيننا شويه كده، وشكلهم يعني حيقبل على الحاجه دي. ففي جانب الشيب والصلع دخوله برضه في العلاج، اذا كان الديرما رولا والديرما بين او البلازما. هم اكثر حاجه هنا نحن بنستخدم لهم البلازما بواسطه الديرما بين او الديرما رولا. البلازما تستخدم بواسطه واحد من الاثنين. ايوه أبدأ. البلازما هي ماده محفزه باعتبارها واحده من المواد المحفزه، حالها الفيتامين سي والمواد الاخرى. ايوه بالضبط كده. فانا البلازما دي بعمل لهم واحد من اثنين، يا اما حقنت عليهم في الشعر حقهم، فدي برضو بمرور يعني من الجلسات من خلال 4 إلى 8 جلسات بتقلل لنا من الشيب تماما، وفي نفس الوقت بتقوم لنا الشعر بالنسبه لناس الصلع الوراثي. او غير البلازما ممكن اعمل لهم حاجه اسمها الميزوسيرابي برودكت، فهي دي برودكت بتيجي جاهزة أنا بحقن عليهم مخصصة. المزيسر بتيجي مخصصة حق الشعر براهو، حق الاسكين براهو، حق الوايتنينج براهو، فأي مزيسر عنده استخدام محدد. فممكن أنا استخدم هنا المزيسر بحق الشعر وأحقنه أو أخذته توبيكال وأمرر عليه الديرمارور أو الديرمابين، وبرضه بيكون بأعماق مختلفة فبيعالج لنا المشاكل الاثنين سواء كان الشيب او الصلع. يعني المفروض ما يقلقوا، مشاكل ده حيعالج. اي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اذا عاوزين نعمل لنا جلسه على الهواء المره الجايه رايك شنو؟ طوالي ان شاء الله نعمل حته معقمه كده ونجهز ممكن في الكلينيك، او ممكن نعملها هنا برضو على الهواء مباشره. والتجربه الشباب قاعدين يعني في الكنترول. بالضبط، ممكن نجي ونشتغل ان شاء الله. وفي ناس ممكن نجرب عليهم كثيرين جدا. انا شاكر لك جدا دكتوره رواء احمد، سعدت بك جدا في المساحه دي. شكرا لحضورك بيننا، زيدنا مساحه الجمال يعني جمالا في صباح الشروق. والله شكرا. انا بشكركم كثير كمان وشكرا لكم، شكرا كثير. شكرا يا حسام، الله يخليك يا رب. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر صباح الشروق. حنمشي لتقرير المعاد ام نذهب الى فاصل؟ اذا مخرجنا احمد فاصل ونعود لنتواصل عبر صباح الشروق.